بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنو لينكس. معكم عبد المجيب. في شيء يهزنا. سلامات. ايش تبي زين؟ جوالي مش قصته جهز. شو اسمه الدرس اللي راح تكلمنا عن ضبط التصريح حقات الملكيه وتصريح العاديه permissions and ownership. تكلمنا في الدرس اللي راح عن هذا الدرس. اليوم نتكلم برضو عن تصريح ولكن في مصطلح ثاني اللي هو اليو ماسك. زين ايش هو اليو ماسك؟ اولا ايش فائده اليو ماسك؟ زين اليو ماسك هو عباره عن قناع تصاريح افتراضية. فأنت الآن لما تسوي إنشاء مجلد جديد make dir temp أوكي لا خلنا نصلح make dir أوكي make dir temp ندخل cd temp ونصلح مجلد نسميه مثلاً make dir dir أوكي ونسوي ls la هاي هذا ls la راح يوريك إنه في تصاريح هنا. من وين جت هذه التصاريح؟ هذه التصاريح عبارة عن قيمة افتراضية محفوظة في مكان ما. زين أبغى أشوف المكان هذا وينه. زين أنت كيف تعدل على اليو ماسك؟ وإيش الفائدة من التعديل عليه وتحكم اليو ماسك؟ اليو ماسك عبارة عن أداة قوية جدا للحماية، تضبطه صح بحيث إنه السيرفر عندك حسب بيئة السيرفر عندك تكون الصلاحيات مضبوطة بشكل صحيح، زين؟ فأنت ممكن تضبط على مستوى مستخدم واحد أو ممكن تضبط على جميع المستخدمين، زين؟ وغالبا تضبط على جميع المستخدمين بالخوادم، ما تضبطهم على واحد واحد، زين؟ زين، طيب، إيش موضوعه؟ وكيف نقدر نتعامل مع اليو ماسك؟ زين؟ أولاً، اليو ماسك عبارة عن قيمة من 8 ارقام يعني من 0 الى 7 تاخذ واحده من الارقام. خلينا نكتبها مع بعض. اوكي جيد. قلنا كم احنا؟ قلنا من 0 زين. فقلنا من 0 الى 7. طيب ايش عندنا؟ 0 معناته قراءه قراءه كتابه تنفيذ ار دبليو اكس. تابع الدرس اللي راح عشان تعرف شو معنى ار دبليو اكس. قراءه كتابه تنفيذ ريد رايت اكسكيوت. خلاص حليت لك. التصريح الثاني اللي هو الصفر الواحد عبارة عن قراءة وكتابة. التصريح اثنين عبارة عن قراءة وتنفيذ. طبعا اوكي عندنا التصريح الثالث عبارة عن قراءة فقط. التصريح الرابع عبارة عن قراءة وتنفيذ. التصريح خمسة عبارة عن قراءة فقط. التصريح ستة عبارة عن تنفيذ فقط. والسبعة معناته لا شيء. بس نراجعهم مع بعض المستمعين. صفر ار دبليو اكس عندنا واحد ار دبليو عندنا اثنين ار اكس عندنا ثلاثة ار اونلي عندنا اربعة دبليو اكس عندنا خمسة دبليو وعندنا ستة اكس وعندنا سبعة لا شيء. اكتب هذه الان عندك الورقة لانك بتنساهم اكيد. طيب كيف نقدر نضبطهم؟ هي عبارة عن قيمة من ثلاثة خانات نفس تشينج مود. انت لما تزيد تنفذ امر تشينج مود تحط قيمة زي 775 صح؟ هو نفسه ولكن ما بتختلف الأرقام لأنه محسوبة بطريقة ثانية. كيف تتعامل معه؟ طيب أوكي أوريك شلون تتعامل معه. أوكي عندنا ثلاث خانات owner اللي هو اليوزر group أوكي الجروب المستخدم وفي عندنا أول جروب اللي هو المستخدم وعندنا other اللي هم الناس الثانيين اللي هو بالمجموعة واللي هو باليوزر. تكون بالطريقة الآتية 000 معناتها القيمة هذه اللي هي المستخدم. خلنا نكتب هنا بالطرفية ونخلي هذه عندنا هنا زين. فإذا حطينا 000 معناته أن المستخدم نفسه اللي هي القيمة هذه تعني أنه المستخدم عنده صلاحية قراءة كتابة تنفيذ. المجموعة صلاحية قراءة كتابة تنفيذ. others قراءة كتابة تنفيذ. زين زين أنا كيف أقدر أعدل اليو ماسك هذا بطريقة ما؟ طيب نعدله كالتالي. أنا كمستخدم كمالك للملف يفترض يكون عندي جميع التصاريح صفر بس. المجموعة حقتي يفترض يكون عنده كيفك حسب بخبختك بس يمكن مجموعتك تبي يكون عنده جميع التصاريح أنا تقرأ وتكتب وتنفذ ولكن ممكن تقول لا أبيهم فقط قراءة وتنفيذ. ليش أنا مجموعة خارجية؟ قراءة وتنفيذ لاحظ الرقم اثنين زين. طيب المجموعة الأذرز الناس الثانيين ممكن تقول أبيهم يقرون ينفذون فقط. ممكن تقول لا ما أبي أحد له دخل عفوا. ممكن تقول سبعة يكون بالشكل هذا بحيث انه انا املك كل شيء. مجموعتي عندها قراءه وتنفيذ. الناس الاثنين ما عندهم اي صلاحيه على اي ملف يصلح جديد مره لا ملف ولا دايركتوري. زين زين هذه طريقه تنفيذ اليو ماسك. طيب وين نحط اليو ماسك؟ وين هو يحفظ؟ زين طيب هو محفوظ هنا على لو رحنا الملف ايوه كات اي تي سي بروفايل سوينا جريب يو ماسك راح طلع لك. طبعا انا على سنت او اس الحين بس سنت او اس ملف البروفايل في برمجه معينه عشان كذا طالع اثنينهم واللي هم باثنين هو عباره عن يو ماسك واحد ما تحط اثنين تحط واحد بس. لكن لو دخلنا عليه عشان نشوف
سودو نانو اي تي سي بروفايل زين، واعطينا الباسورد زين، وبحثنا عن يوماسك زين. راح تلاحظ ان اليوماسك هنا في برمجه يقول لك اذا كان ضمن المجموعه هذه برمجه معينه اعطنا التصريح هذا، اذا كان ضمن مجموعه ثانيه اعطنا التصريح هذا. التصريح هذا وش معناته؟ التصريح هذا معناته انه انا والمجموعه عندنا صلاحيات كامله اوكي. الناس الثانيين عندهم صلاحيات ثانيه لقراءه وتنفيذ فقط، وهذه تقريبا هي الافتراضيه ترى اللي هي 7 7 5 اوكي. 7 7 5 معناته رجع الدرس الماضي تعرفه. في عندنا اليوماسك الثاني اللي هو 0 2 2 هذا مختلف نوعا ما اللي هو 7 5 5 هذا 7 7 5 هذا 7 5 5 اوكي اوكي. طبعا هذه مجرد برمجه، ممكن تشيل هذا وتحط مدخل عندك خاص بك هنا، او ممكن تعدل على هذول مباشره. انت ممكن تعدل بالش اسمه بالبروفايل نفسه، ممكن تشيل البرمجه هذه كلها تحط قبله علامه الهاش وتكون عندك شيء افتراضي تقول كل المجموعات ما بيفرق بين احد زين، كلهم ابغى يصير عندهم اليوماسك هذا اللي انا بسويه اللي هو انا والمجموعه عندنا كل شيء والباقيين ما عندهم شيء مثلا. بهالطريقه حمايه شديده جدا 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 ريستريكتيف يعني ما في اي تصريح. طبعا انا ما راح احفظ عليه. اوكي خلينا الحين نشيل هالدنيا هذه وابعد هذا عنكم شوي. طبعا سجل هذا عند ورقه عشان ما تضيعه ونشوف كيف نقدر نشتغل الان. احنا هذا قبل شوي سويناه وقبل ما نسوي تعديل، لاحظ انه التصريح اللي موجود هنا RWX RWX R ناقص X هذا ايش معناته؟ هذا معناته صفر اليوماسك صفر صفر اثنين، عشان كذا اخذ هو 7 7 5 يعني شفت تشينج مود 7 7 5 تير الاس ال اي بيعطيك هذه RWX RWX RX زين. هذا هو التصريح اللي هو عباره عن لو ترجمناه باليوماسك ياخذ الرقم هذا اليوماسك. طيب كيف اقدر اعدل اليوماسك مباشره عشان اشوف التاثير؟ ممكن تحب تجرب انت، ممكن تكتب الامر يوماسك وتحط الشغله الجديده اللي عندك. انا حابب اني اسوي تصريح مقيد جدا بحيث انه انا فقط عندي شو اسمه انا كمالك ملفات او انا كصاحب سيرفر يكون ما عندي احد ثاني غيري اني اشتغل عليه، فاسوي اليوماسك هذا. الان لو جيت سويت ميك داير داير 2 وسويت مقارنه بين الاثنين راح الاحظ انه الان انا ما عدلت التصريح، هو تلقائيا تعدل التصريح عليه. لاحظ انه سابقا كان ايش؟ كان 7 7 5 7 7 5 الان صار 7 0 0. شوف لو زين التشينج مود 7 0 0 على داير مو بداير 2 داير 1 القديم اول واحد سويته هذا وسويت الاس وبعدين جيت سويت الاس ال اي لاحظ صار تشابه. ليش؟ لانه 7 0 5 5 هو ترجمه ل 0 7 7 زين؟ زين هذه الطريقه. طبعا نفس الفكره عند الملفات سوينا تاتش تاتش فايل دوت تكست مثلا سويت ال اي الاس ال اي شوف الملف نظر التصريح حقه. طبعا الملف بيروح منه حرف الدي لانه بديركتوري وبيروح منه ملف بيروح منه التنفيذ زين لانه ملف تو منشأ ولسبب ما في تنفيذ. ليش ما في تنفيذ ليش ربي طبعا تاكدت من المعلومه عشان ما اعطيكم معلومه خطا. الملفات ما تاخذ تصريح الاكس افتراضيا، لازم تعطيها تصريح الاكس تشينج مود زائد اكس فايل وياخذ تصريح. بس انت ترى زائد اكس تعطي الجميع، فانت اذا بتعطي المجموعه بس ترجع الدرس اللي راح وراح تشوف انه يقول لك الدرس اللي راح يوزر زائد اكس فايل تي اكس تي. فانا الحين كمستخدم صار عندي اللي هو الاكس هذا هو. طيب جميل جدا عرفنا كيف نتعامل مع اليو ماسك زين. سوينا ملف وسوينا هذا، ايش بقى الدرس؟ والله قبل الدرس ايه باقي كم شغله بسيطه كيف نقدر نتعامل معه. احنا نتعامل معه بطريقه رقميه ولا الطريقه الرقميه شوي ايش نقول تنسي. طيب كيف نتعامل معه بطريقه سهله او بطريقه حرفيه زين؟ عندنا اليوم اصلا طبعا قلنا يطبق بالطريقه هذه. خلينا نمسح كل شيء ارم ارف الان عندي مجلد فاضي زين. ميك داير داير زين الاس ال طبعا هذا على اليوم ماسك اللي سويته قبل. خلينا نسوي يوم ماسك ثاني عشان تكون واضحه الصوره ثابته عندنا. لو جينا الحين سوينا حسب الترتيب اللي احنا سويناه قبل شوي سوينا يوم ماسك ودخلنا رقم 0 2 2 ايش بيصير عندك؟ 2 اللي هو قراءه وتنفيذ. طبعا شوف بيصير فرق ترى ها. وجيت سويت ميك داير داير 2 اوكي. جرب عندك الحين شوف ايش بيصير عندك. راح يصير عندك نفس اللي صار هذا اوكي. بيصير عندك شوف هذا قبل وهذا بعد صار عندنا قراءة وتنفيذ للمجموعة وهذه واللي تمثل رقم 2 باليو ماسك. كيف تقدر تتعامل معه حرفيا سهل جدا وما ينسي ابد اوكي. وبصراحة انا اتعامل معه حرفيا عشان اصير معكم. يو ماسك اجي اسوي يو يوزر يساوي ايش؟ جروب تساوي ايش؟ اذر تساوي ايش؟
فأجي أكتب هنا اليوزر يساوي قراءة كتابة تنفيذ، الجروب مثلا قراءة مثلا، الأذرز لا الجروب حط عنده قراءة تنفيذ، أذرز تنفيذ بس. أوكي أوكي يو ماسك. سوينا LS، جينا الحين سوينا RM RF للي عندي كله، بعدين سويت make dir dir، بعدين سويت touch للفايل دوت txt ls la. لاحظ انه ضبط الموضوع نفس هذا بالضبط، عندي x هنا فقط، طبعا هي نفس الكتابة كتبناها فقط، x هنا x هنا rx هنا rx هنا rwx rwx. هذا هو درسنا بكل بساطة. يتبقى عليك انك تروح تسوي دنانو اي تي سي بروفايل وتحطه هنا بالمكان اللي تبي، اما انك طبعا اذا كنت تشتغل سنت او اس اوكي تلغي البرمجه هذه، او انك تعدل على البرمجه بكيفك، بس ممكن تلغي البرمجه وتقول ابغى يكون عندي تصريح واحد معدد اكتبه باي مكان تبي، اليو ماسك اخر شيء فوق باي مكان تبيه وزبط حالك معه. طيب انتهى درس اليوم. بعطيكم بس ملاحظه بسيطه عن بعض اليو ماسك اللي يعتقد انه تستخدم بشكل دائم اوكي، فممكن انكم تجربونه زين. طيب في عندنا اللي هو التصريح الاول اللي هو تصريح 0 2 2 اوكي، هذا التصريح اللي هو اذا بتكون مصرح يعطي الناس الثانيين امكانيه انا كمستخدم زي ما تعرفين مباشره كتابه جميع التصريح هي كمستخدم، المجموع عندهم قراءه وتنفيذ، شو اسمه الجروب عفوا الاذر عندهم اللي هم الناس الثانيين عندهم قراءه وتنفيذ. في تصريح ثاني اللي هو 2 6، شوف رقم 6 وش يقول لك هنا، طبعا احنا سوينا نفسه بالضبط لكن مترجم، هذا هو يعطي نفس التصريح هذا اللي هو انا عندي كل شيء، مجموعتي عندها قراءه وتنفيذ، الاذرز الناس الثانيين عندهم تنفيذ فقط، اللي طبعا هذا يسمى مودريت اللي هو متوسط اوكي. وفي عندنا التصريح هذا 7 طبعا قريب بعيد يعني حولك حواليك، ولكن هذا يشيل عمليه التنفيذ وبرضه هذا مودريت زين، فهذا بيكون عندي انا كل شيء، المجموعه قراءه وتنفيذ، الناس الثانيين ولا حاجه. في عندنا هذا اللي هو 7 0 0 وهذا يسمى سفير اوكي، اللي هو حاد جدا او زي ما تقول مقيد او مقيد، بحيث انه انا كمالك عندي كل حاجه، الناس الثانيين ما عندهم شيء. هذا انت ممكن تضبطه عندك عندك ملف الباش هذا، طبعا هذا لك كمستخدم لحالك مو على مستوى النظام زين. تيجي تسوي ميك داير عفوا، في عندك اصلا هنا نانو دوت باش ار سي، بنهايه الباش ار سي هنا تسوي يو ماسك، وتسوي اليو ماسك حقك اللي هو 077 تحفظ. طبعا انا بسجل خروج من شو اسمه هذا، بدخل عليه مره ثانيه، طبعا عندي هي عند النظام ثاني بدخل عليه. يلا يلا يا سيدي الناس، انا اعتقد انه يتطبق بعد ما انك تدخل ميك داير نيو داير ال اس ال اي وين نيو داير ليش بو اخرس كويان هذا هو اوكي تطبق. فانا بالطريقه هذه عندي كباش خاص بي وكملف خاص بي بالباش ار سي، صار عندي تصريحات التاليه. درس اليوم جدا جدا مهم للحمايه، ولازم تضبطه بالبدايه اذا كان عندك نوع خادم مختلف اوكي، او انت حاط عندك خادم بتفكير مختلف، او خادم مثلا شير ملفات معينه حتضبط، المهم هذا يضبط اول شيء زين، اعرف كيف تتعامل مع التصريح واضبط ده بعدين ودعس. يلا نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم والى اللقاء.